ومن أسواق النفط والغاز إلى أسواق المال الخليجية، تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار. صباح الخير ماري، ضعينا في صورة تداعية الأسواق الخليجية حتى هذه اللحظة، إذا كان لديك أبرز يعني أي ملاحظات على أدائها في الساعة الأولى. صباح الخير فهد. يعني بعد ما فينا نقول بالساعة الأولى، لأن بعد ما تخطينا حتى الساعة الأولى وأحجام بالضبط. التداول ما زالت ضعيفة جدا، ولكن الواضح لحتى للحظة أنه في تباين جدا قوي بالأسواق المالية. يعني في عنا ارتفاعات لحديت اللحظة بدبي وبقطر، في عنا تراجعات بأبو ظبي وبالكويت. هلا الملفت يعني لحد اللحظه انه في عندنا الارتفاعات بسوق دبي المالي مدعومه من قطاع الخدمات، يعني في تحديدا سهم امباور، سهم تبريد، سالك على ارتفاعات صباح اليوم باحجام تداول يعني تعد من الاعلى الخمسه، هن هول الثلاث اسهم. فبالتالي ممكن انه نكون عم نشوف شوي لفته او توجه من قبل المستثمرين على قطاع الخدمات بهذه الفتره، خاصه انه التوقعات للنتائج الربحيه للربع الرابع حتكون إيجابية. يعني منه متوقعين إشياء سلبية لأنه ما في ضغط كتير من النتائج العالمية، يعني خاصة عن ارتفاعات بأسعار النفط اللي هي حتدعم قطاع الخدمات في أماكن معينة. هلأ من ناحية أخرى، الارتفاعات اللي عم نشوفها بأسعار النفط ما عم بتكون هلأ بهالوقت الحالي مترابطة مباشرة مع الأسواق. يعني إذا بدنا نقول في ترابط، يعني المفروض نشوف ارتفاعات بجميع المؤشرات الخليجية، وهذا الشيء ما عم نشهده اليوم. بقطر اللي عم نشوفه هو محاولة المؤشر انه يضل محافظ على مستويات ال 11000، بالامس جربنا انه نتداول فوق هذه المعدلات، ولكن القطاع المصرفي كان من الضاغطين الاكبر على المؤشر، اضطرينا نغلق تحت مستويات ال 11000. اليوم عم نشوف تذبذبات فوق هذه المستويات باشياء بسيطه، ولكن محاوله يمكن من قبل مستثمرين فرديين، خاصه من بعد ما شاهدنا عمليات بيع من قبل المستثمرين الاجانب باخر فتره بالاسواق القطريه. عدا عن هيك ما في اخبار جوهريه. يمكن الخبر الابرز اليوم كان من قبل الاعمار على زياده نسبه راس المال تبعهم ابتداء من 22 شهر ل 8.8 مليار درهم بدل 8.2، يعني عم نحكي عن 600 مليون درهم زياده. ممكن نشوف انعكاسات على السهم، ولكن ما بتخيل انه حيكون شيء قوي او شيء ممكن ياثر على المؤشر بشكل مباشر. الحركه حتبقى ضعيفه مثل ما كنا دائما اخر فتره عم نذكر، خاصه انه بهذا اخر شهر كل المستثمرين عم بيترقبوا شو ممكن تكون نتائج او التطورات اللي حنشهدها اللي حيكون لها تاثيرات مباشره على الاسواق الماليه. أشكرك ماري سالم المحللة المالية للشرق الأخبار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.